شمال إفريقيا. لولا هذه المدرسة وبفضل الله تعالى ثم برحلة الداعية الكبير سلمة بن سعد الذي انطلق من البصرة على إلى شمال إفريقيا ونشر مبادئ هذه المدرسة، لولا ذلك لارتد البربر عن الإسلام، لأن كان الأمويون يضطهدونهم، كان الأمويون حكام جور واستبداد. عندما جاءت غنائم الأندلس يتقدمها الفاتح موسى بن نصير، وكان الخليفة الأموي في دمشق على فراش الموت الوليد بن عبد الملك، كتب سليمان أخو ولي العهد إلى موسى بن نصير: إذا قدمت فابق في مصر ولا تأتي إلى الشام حتى أكتب لك. لماذا؟ يريد أن يفوز بالغنائم من الجواري والذهب والأموال وغيرها، لا يريد أن تأتي وأخوه الخليفة حي. لكن موسى بن نصير لم يأخذ بهذا الأمر، هذا التوجيه، فوصل والخليفة الوليد حي. فماذا فعل سليمان بن عبد الملك بعد فيه؟ ماذا فعل؟ جرده من كل شيء، وبقي موسى بن نصير فقير مسكين يسأل الناس ويتوسل الناس. فمن الذي مكن الإسلام في شمال إفريقيا إلا الحملة العلم عبد الرحمن بن رستم وزملاؤه الذين انطلقوا من سرداب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي في البصرة. هناك ثم انتشر الإسلام في غانا وفي مالي وفي النيجر وفي غيرها من تلك المرحلة المبكرة بفضل التجار الإباضية، كما انتشر في شرق إفريقيا بسبب التجار الإباضية في شرق آسيا. إذن الدائرة، نحن عندما ننتمي إلى الدائرة الإسلامية ليس انتماء اسميا ولا انتماء ادعاء، وإنما والحمد لله التاريخ حافل بالشواهد. العمانيون الإباضية في عمان وفي غيرها قدموا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الدين إلى الشعوب الأخرى، ولذلك الإسلام راسخ اليوم إلى في تلك الأماكن، في أقصى الشرق راسخ. ما الذي رسخه إلا الاستقامة على الدين في التعامل، في المعاملة، في الأخلاق،